يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم؟ معناه أنه تقدر في هذه الليلة، يقدر فيها ما يجري في السنة، يقدر فيها ما يجري في السنة من حياة وموت وولادة مواليد وأعمال وغير ذلك، أخذا من القضاء والقدر السابق، أخذا من القضاء والقدر السابق، فهو قضاء وقدر تفصيلي من القضاء العام السابق. نعم.